السلام عليكم خوتي، شراكم صافا لاباس؟ ما بقاليش بزاف وتخلص دالتي والله غالبه وجاي مورايا 2022 يتسمى جيت تريح معاكم فهمتوني. راني يعني داخل خوتي. يا جماعة ما بقاليش بزاف نولي انا هو باباها، وبصح قبل ما تجي دالتي راح نحسبكم كاع كيما راكم. نبدا بك انت 2017، راني جاي لك. ايوا 2017 انا في العام تاعك ما على باليش واش صرا اكزاكت، بصح على حساب ما جاب لي ربي ولا ما خفتش ننسى صراو لي زاكسيدون. هي صح قضاء الله وقدره، بصح ضد الاستقلال ما بوبل وسويفون 2018. واش تساق يا 2022؟ شوف انا في الحقيقه والله ما على بالي واش صرا في العام تاعك، بصح المهم المشاركه، بصح انا مجن نجبدك ملودن. خلاص ما بوبل انا خداع انايا. روح قلع 2019. السلام عليكم، واش تسحق 2022؟ عارف تتكبر، هي صح العام تاعك جاز قاع فوط والرئيس تبدل والبلاد تتسقمت ما شاء الله، ديجا على هادي تدي استقلع لا بوبل. هاي خلاص هذا كملنا معك. وسويفون 2020. السلام عليكم. ايه انت عندي معك بزاف هضرة، اولتها جبت الكورونا، ثانيتها الحجر الصحي، ثالثتها كاين الناس اللي ماتوا الله يرحمهم وكاين اللي مرضوا، ورابعتها الاقتصاد تاع البلاد هبط كاع، وعلى هذه تدي ثلث كفوف برقوق ودماغ ما بوبل. نون قولك زوج ما بوبل، قالك واحد ما بوبل، وراك هرب قالك دماغ. لا لا ما بوبل. دوكا المهم 2020 يا ارواح. السلام عليكم، شراك 2022 لاباس؟ والله راه لاباس الحمد لله. شوف احكي لي باختصار كاع واش صرا في العام تاعك. شوف نبداو بالعفايس اللي ماشي ملاح، شعلت النار في الجزائر وبالضبط في منطقة القبائل، بصح الحمد لله سلكنا لها. العفسة الثانية ماشي مليحة، الاقتصاد تاع البلاد هبط بزاف ولا كلش غالي. والحاجة المليحة اللي هي ربحنا الكوب ضرب في العام تاعي، ربحت الجزائر كوب ضرب بالكأس هذاك الذهبي وما شاء الله. واش تحب نزيد نحكي انا؟ خلاص هذا واش عندي. ما تكملش. هي صح 2020 كاس قالي وكلش، بصح انت في العام تاعك تبدلت شوية الحالة، بصح من عندي تدي زوج قالي برك ما بوبل. انو بقالك وحدة، بقالك وحدة توجع ما بوبل. جوري سترفع رفعت الجلسة. في العام تاعي ان شاء الله يروح الكورونا والناس قاعد دير الفاكسان ان شاء الله، والاقتصاد تاع البلاد ان شاء الله يطلع. واش تحب نقول لكم؟ السلام عليكم انا رايح. برص ما تروحش. واش انت مازال ما رحتش؟ اسمع ما كان لا تروح حتى تدي استقلال من عندي انا تاني. اوه انا استقلال نديها من عند 2023 ماشي من عندك. ما استقلال تديها من عندي انا. علاش فهمني وانا نقول لك؟ علاه انا حكايتي خلاصت، بصح انت في النهار الثاني في العام تاعك حيدخلوا التلاميذ يقراو وماما مش حابين، تما تدي استقلال لا بوبل.